من بعد كويو مشيت عند المعلم الصام كذا المعلم الصام، وكان واني كانت بالطريقه تاع قلت تقريبا الوقت فاش درنا الفيلم 91 في 91 دروكا. وشكون اللي عرفني انا المعلم الصام؟ تنعرف به واني تنسمع به واني ما عنديش ثقة زعما ما عنديش واحد القدرة باش نمشي عند هذا السيد. وشكون اللي الطريقة باش توصفت ليه وباش لحقته هو وداك الشيء؟ بهذا المخرج حميد فرجاد هو اللي صاحبه داك الشيء، وهذاك حميد حتى هو صاحبي، وقال لي ودي خصك تمشي تعلم شوية عند المعلم الصام. وفعلا مشيت ندوز معاه شي ليلة، دوز معاه شي واحد المدة تقريبا، هو دوز معاه شي 4 سنين، وأني تقريبا 4 سنين كنخدم أنا مع المعلم الصام. ما تمشيش نخدم مثلا نمشي نشوف حميدة ولا نشوف عبد النبي الخريوري ولا نشوف ولد الشريفة ولا عبد القادر ولد تامي. إذا أنت نجي عند المعلم وأني ندوز معاه تقريبا غير الوقيتة تاع الليلة، تقريبا ندوز معاه أنايا ندوز معاه الجمعة السبت الحد الاثنين ترجع في مراكش، ندوز معاه غير الوقيتة تاع الليلة. دوز معاه واحد المدة تدوزنا معاه الفيلم، ومن بعد الفيلم عاوتاني تعطيت شوية لعبد اللطيف وصلي عمارة. والمعلم صام تيهضر ليا قبل، تيهضر ليا على المعلم عبد اللطيف، تيقول لها احسن واحد عندكم في مراكش، ماشي احسن واحد كاين زعما بالنسبه لي هو في ذاك اللاج ديالو، احسن واحد هو المعلم عبد اللطيف. ما ذاك السيد تيضرب حتى هو، تيضرب حتى قناوي، وين تيضرب واحد حتى قناوي هو طريقته بوحده، فهمتي؟ مثلا بحال سمعنا الصلاه على النبي يمكن تسمعها عنده هو في طريقه اخرى، طريقه اخرى عنده سيستيم ديالو بوحده. لا ف شنو نقول لك، لا في جيلة، لا في حمادي، لا في الكحل، لا في تحر الرحبة، لا النقشة، ولاد بامبرا، هادو عنده هو طريقته بوحدو. إذن كملت معاه واحد المدة. نحسك أنا عزيز إيه؟ باش تكلم لي بعجالة على الطريقة ديال اللعب ديال الصام، الطريقة ديال عبد اللطيف، عاد نكملو المسألة. فوالا، طريقة المعلم الصام، هذيك طريقة تنقول مثلا بالنسبة لي أنا كي تنفهمها مع ما عرفتش تبارك الله، كاين الموسيقيين عربيين، مغاربه، مصريين، تبدو تقريبا. انا بالنسبه لي المعلم الصام، المعلم الصام نقول لك انا تنمثلو على عبد الوهاب، فهمنا؟ والمعلم عبد اللطيف نمثلو بفريد، فهمنا؟ راك فهمتيني فين هضرت معاك؟ هادو كله فهمت؟ اييه هذا هو الشكل باش انا بالطريقه ديالي انا، فهمتي؟ واي واحد عنده طريقته. ايوا عبد اللطيف قلت لك تيضرب بحال فريد، والمعلم الصام بحال قلنا عبد الوهاب. وحتى الطريقه كيفاش كنتي تخدم مع، مثلا تحكي لنا الطريقه كنت تتعامل معك الصام اللي كنتي معاه، والطريقه اللي كنتي تتعامل معك عبد اللطيف. زعما جوج معلمين هما اللي تعاملوا معايا احسن احسن بحال كان كل واحد يتعامل معاه. اييه وصلينا هذه القضيه. اييه دروك المعلم الصام كان يتعامل معايا بحال ولده تقريبا، دخلني لدارو نعرفو، تنعرف مرتو، نعرف ولادو، ولدو كاين عنده واحد ولد في الخارج، واني ما عمرني شفت هذاك الدري، واني كنت نقعد معاه والناس تقريبا، هو ناس في البيت تما وانا ناس في المراحل عنده دائما. وتقريبا تيفطر الى نوض مع الصباح ما ينوضنيش، الى نوض مع الصباح ما تينوضنيش، تينوض تيقول لمرتو الى فاق عزاني في القهوه ديك الباب مراكش، من تنفيق انا نفيق 10، عرفتي الشباب كي داير هذيك الساعه العياشي شويه في الخدمه وداك الشيء، عشرة من تنفيق تمشي عندو الباب في القهوة في مراكش، تلقى هذا المعلم اش داير؟ قاعد قابل القهوة وعندو خنيشة فيها داكشي الباتيسري، فيها حليوات، فيها كرواسان، فيها الفطور. إي تنقعد أنا تيقول لي دوماندي شبيتي، دوماندي تيجبد لي الخنشة من حداه، تيقول لك تفطر. المهم دوز معايا واحد دوز معايا واحد المدة واعرة هذاك السيد، وباحترام بزاف. وعبد اللطيف تاني نفس الطريقه، واني طريقه مخالفه شويه مع عبد اللطيف شويه، ما يمكنش عبد اللطيف تقرب ليه الا ما كنتيش، الا ما عرفكش تقدر، الا حطك هنا مثلا، الا حطك جنبه خصك تكون بحاله مثلا في الكراد، ولا تقريبا جاي ليه، ما تكونش بحاله وانك تكون جاي ليه، تفهم داك الشيء تيدير هو. اذن المعلم عنده الطريقه ديالو في بوحده، عنده في الطريقه فاش عنده بزاف التبدال فين هما كاع قناوات يضربوا بحال وين المعلم عبد اللطيف عنده واحد الطريقه فين؟ عنده الطريقه في الكحل، عنده طريقته بوحده في الكحل، فهمتي؟ طريقه بوحده في الكحل، عنده طريقته بوحده، هذاك ماشي بحال قناوه كاع اللي تنسمع كاع قناوه كاع المعلمين اللي كاين المعلم.